وصول المالكي للسلطة سيكون خراباً ودماراً للعراق، وأنصحه باعتزال العمل السياسي. بهذه الكلمات رد مقتدى الصدر على تسريبات المالكي الأخيرة. الصدر ومن خلال بيان اتهم حزب الدعوة وزعيمه نور المالكي بمحاولة قتله، وطالبه بتسليم نفسه للجهات القضائية. رد الصادر جاء بعد 4 تسجيلات صوتية مسجلة للمالكي هدد من خلالها بحرب طاحنة لا يخرج منها أحد، وقال إنه أعد العدة من خلال تسليح 15 تجمعا، وهدد أيضا بمهاجمة النجف مقر الصدر وقتله، وعبر عن عدم ثقته بالجيش والشرطة، ووصف ميليشيا الحشد الشعبي بأمة الجبناء. المرحلة الجاية قتال. تمام، جاهزين إن شاء الله. تمام. المرحلة القادمة العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات بمحاكمة المالكي، إضافة لانتشار عدة وسوم في ذات الشأن، منها وسم سلم نفسك نوري ومحاكمة المالكي مطلبنا. وعلى المستوى الرسمي طالب عضو التيار الصدري صباح الساعدي بمحاكمة المالكي وفق المادة 4 إرهاب. مراقبون يؤكدون أن التسريبات ستلقي بظلالها على العملية السياسية المنسدة أصلاً في العراق، وفي وقت قلل البعض من أي صدام محتمل بين أطراف العملية السياسية بعد هذه التسريبات، كون المواجهة ليست في مصلحة إيران، رأى آخرون أن الأبواب مفتوحة على كافة الاحتمالات، خصوصاً وأن الصادر ألمح في بيانه أنه بريء من أي تعد على المالكي أو استخدام العنف ضده من طرف ثالث لتأجيج الفتنة.